عدنا والعود احمد، صلوا على رسول الله. انا في عين السفر اخوتي اللي راكم تشوفوا فيها قدامكم. قال لك اشتكاو وكا حبوا يولوا ولايه. اه. وما حبوش يعطوهم ولايه. بكري. صافي لونطو هي قال لك عين السفر حكوا لك ولايه. تاع كبيرة ولا صغيرة على حسب واش راني نشوف انايا الله يبارك راهي شوية واسعة. واسعة كبيرة شوية. اه. ماشي النعامة، النعامة اللي كبيرة. النعامة أكبر من عين السفرة. حبوا يقسموها، حبوا يديروا عين السفرة ولاية والنعامة ولاية. سمنا دوك عين السفرة تابعة للنعامة. اه. أيوا. الحدود بين بشار والنعامة كاين عين السفرة. كاين عين السفرة. سمنا دوك من عين السفرة دوك على بشار منا دوك شحال، شحال دوك بقى من كيلومتر صاحبي؟ بشار؟ اه عالي 240. بني وليف 130. بني وليف هذه هي خوتي، هذه هي المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر. هما في المغرب عندهم فكيك وحنا عندنا بني وليف، لكن على حساب واش عم يقولوا خاوتنا ما يبان، ما تبانش. تبان تبان. اي اذا تبان انا نصوروها لكم، اذا ما تبانش صلوا على الرسول. وبعد المسجد اه تبان المسجد. المهم بعد الفاصل صلوا واصلك، شمال لقاوكش حاجه تصور انا نصوروها لكم ان شاء الله. ان شاء الله عدنا والعبد احمد، شفنا نخلص صورنا لكم هذا المكان. المهم رانا دائما في عين السفرة ورانا رايحين. خرجنا من عين السفرة خويا ولا بزاف؟ انا خرجنا واحد 40. المهم خاوتي باش نقول لكم برك، اقسم بالله غير كاين مناظر خلابة هنا. تيكساس ديرك قال لك غيروا بيحبوا الكفار برك. الله يبارك ما شاء الله. المهم صلوا على رسول الله بعد الفاصل سنواصل. الله العظيم الله يبارك ما شاء الله. المهم خاوتي هنايا مناظر خلابة، ما على باليش اشكون راكم تشوفوا كيما راني نشوف هذا، لأنه مرات بالعين المجردة ما تقدرش. شو الله يبارك هذا كي الواحة هنايا الله يبارك. قلت لكم خطرات كيما كيما شوف مرات خاوتي الواحد لازم يجي يشوف بالعين المجردة باش يتمتع أحسن. المهم هذه هي الطريق هي رايحة كاع هكذا خاوتي، جبال وسحاري منه ومن. المهم كي نوصلوا كاش بلاصة شابة نصوروا لكم. زيد صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم واضرب الله يدعمكم. عدنا والعود أحمد. هذه البلاصة اسمها حبيبي؟ مقرار. هذه بلاصة شابة خاوتي. شنو خوتي الله غالب رانا بالكار، ما تقدرش تهبط كل دوره تهبط وتصور. هذه الانسان خوتي اللي يحب يهبط ويصور كل دقيقه خوتي لازم يجيب طوموبيلته. انا هذه المره حبيت نجيب بالكار، حبيت ندير هذه كما المره اللي فاتت كي رحت الورقله رحت بترا وتطربقت في الطريق. معليش بصح مغامره كما يقولوا. انا هذه المره كنت قادر نروح بالطياره ولا نجيب طوموبيلتي ولا، بصح حبيت نجيب بالكار باش نشوف ونتعلم. و كاين بزاف امور خاوتنا تاني راهم معنا هنا ربي يحفظهم، راهم يعطونا في المعلومات والبلاد بماليها كما يقولوا. المهم خاوتي مناظر شابه بزاف هنايا، والانسان اللي حاب يتمتع ويتصور ومنها يجيب طوموبيلته. جو زوج ثلاثه اصحاب اربع اصحاب قاعد تسوقوا. شو الله يبارك الطريق ما شاء الله، والله غير بلادنا جنه خاوتي. بصح وشنو حنا كاينه واحد الحاجه اللي ما حشتو لي جنه، بلاصه هي جنه يجي عربوش يجيب ماكلته يرجعها بوباله، ما يرفدش من برا بوبالتها. انا هذه حاجه اللي تزعفني باسكو انت كي جبت القضيان جبتهم في صاشي، حاجك لا بوبال تاعك رجعوا في صاشي. هذا مكان هذه هي وهذا هو. صلوا على رسول الله وتمتعوا معانا المناظر شابه خاوتي. تقدر هكذا مئات الكيلومترات هكذا جبال ونخل و شو الله يبارك كيف دايره. شوف فيلم تقولهم راني في تكساس يأمنوك، بصح هذه راهي بعيدة على التل. حنا لو كان راهي جواي هنا هذه راهي معمرة بالزبولات هنا وصواشي وكاع. المهم هذه هي خاوتي ربي يحفظكم، صلوا على رسول الله. والبلاصة قلت لكم هذه راهي رايحة كاع كيما هكذا. شو الله يبارك شوف راك تشوف كي تزومي كيفاش تولي هذا هباك مع شويه ما مع فيلم.
الله عارفين الله يبارك ما شاء الله. يمشي الوادي باين بلي يمشي خاطر راه الاخضرار فيه، لو كان ما جاش يمشي فيه الوادي يبان. وشنو كيما قال خويا العزيز سمير قال لك يا ودي الطريق مطربقه، هذا هو البروبليم. بصح ما عليش تمشي. المهم خاوتي كاش منظر واحد اخر شباب رانا نكمل لكم التصوير. صلى الله على رسول الله. قداش الموسيقى؟ تقدر تشوف خاوتي رانا قريبنا وصلوا لبني ونيف. بني ونيف قلنا لكم اللي هي الحدود مع المغرب. المهم كي نوصلوا انا نصور لكم خاوتي، انا عجبني الجبل هذا وفاتنا. يا معليش صلى الله على رسول الله. عدنا ولعبدو احمد وخاوتي. خاوتي هذوك اللي راكم تشوفوا فيهم الهيكا هذوك الجبال هذيك المروك المغرب. تحيه لكم خاوتي وحبابي، هذيك اسمها فيقيك. ومننا احنا يا خاوتي هذه منا دوكا قريبنا وصلوا لبني ونيف. بني ونيف خاوتي هنايا والمغرب والمغرب راهي منا. هذوك الجبال تاعهم ماشي الاولانيين، الجبال اللي راهم اللي هذوك تاع المغرب. والقريه تبان لكن خاوتي مع الريح مع الريح ومع الاخر ماهيش تبان مليح. المهم هذه هي وهذا هو. صلوا على رسول الله وبعد الفاصل سنواصل. عدنا لعبد احمد وخاوتي سمحوا لي برك هذا صحح لي المعلومه واد زوزفانا خوتي صحح لي المعلومه خونا قال لك باللي هذو الجبال هذو الجبال تاع المغرب هذو زوج جبال. وحنا دوك غندخلوا بني ونيف هنا نقعدوا باسكو باباك. صلوا على رسول الله وبعد الفاصل سنواصل. السلام عليكم. عدنا لعبد احمد وخوتي هنايا منطقه حدوديه خوتي هنايا. المهم حنا خوتي رانا هنايا في المنطقة الحدودية رانا في بني ونيف. ومنا خوتي كيما وريت لكم قبيله الجبال مور هذا الجامع لهيه كاع المغرب خاوتنا وحبابنا وناسنا. المهم خوتي شوفوا ضرب وضلا خفيف ظريف أضرارتي ندوف بشار 110 مازال حنا مازلنا 110 بعد نزيد نحكو 300 واحدة أخرى. المهم معليش الحياة حلوة. المهم راك تحوس مادية وكاين شوية اخضرار ما شاء الله الله يبارك. وين يكون كاين ما يكون كاين الاخضرار الله يبارك. موقع سياحي بني ونيف كاين موقع سياحي هكذا خاوتي منا هكذا قلنا كاع المغرب خاوتي. حنا هنا انا في الجزائر من هي المغرب. جينا انا حبيبنا كيفوت خاوتي نكمل لكم التصوير. صلوا على رسول الله. المهم بلاصة شابة رائعة. وهنا خويا غير الاكسنت تخبط اخويا هنا يموتوا على الاكسنت والطيوط تمشي. يبارك ما شاء الله ويصبغوا كاع بالاحمر خاطر شر من هنا احمر وكاع.
خلاص الفيديو. اقعدوا معنا وصلى الله رسول الله حتى نلقاو الطاكسي ومن بعد نكمل لكم التصوير. صلى الله رسول الله. بعد الفاصل سنواصل. عدنا والعود احمد وخوتي العزاز. رانا ركبنا في الطاكسيور نصور صحيح. رانا مع خويا الطاكسيور وخويا حبيبي من بودواو. رانا رايحين خوتي الاضرار. انا نهبط في كرزاز وهما يهبطوا في الحاسي. وخويا حبيبي قول لهم اسمك. حضركم عالي سيدي علي بودواو. وقول وحيوا ولاد حوتك. حيوا ولاد بودواو. تزيد كاس لولاد حوتي. وخويا الطاكسيور بالكبار بشار. اضرار يا وليدي. هيا رانا قابلين الطريق. المهم خوتي ما نهضرش بينا هنايا. بصح وشنو؟ حبيبنا شوماخر الله يبارك راه طياره. كاين واحد المناظر شابين خاوتي. كي نوصلوا اليوم انا نصورهم لكم. صلوا على رسول الله. بقتنا 30 كيلومتر على تاغيت. المهم صلوا على رسول الله وبعد الفاصل سنواصل. عليه الصلاه والسلام. عدنا والعبد احمد راني في بلاصه اسمها ايجلي خاوتي. المهم هادو خويا خوتي قورة صغار هادو ماشي مدن كبار ولا او حي السلام وكاع. وبني عباس قال لك يا حبيبي 75 كيلو تشوفيه. برك 75 كيلو والو. هنا في الصحراء برك هنا قالوا نسكن غير نهرس 600 كيلو. عم دخلوا لي كل يوم دخلوا قراوة. هيا بالبركة عليكم. هيا المآزر في الغوص الله ربي ينجحهم. امين ان شاء الله. ان شاء الله يخرجوا حاجه كبيره كما انت واكثر. امين يا حبيبي ربي يحفظك ويبارك الله يعطيك الخير ان شاء الله. لا قال مكتوب في الصحراء. قال لك حيونا الناس بودوه وخلاص. باينه. وحيونا الناس بشار. الناس بشار والناس عدرار. وناس الصحراء. زينه. يا وليدي عرب التمره. يا رب الجنوب. والله غادي نسكو راما ماشي في وجههم ولا غادي نظل نقول. نعطولهم المنظر الزين. شوفوا الواحات. والرملة الزينة يا محاينك. الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. ها شوف منا تقول سبحان الله منا ومنا ومنا تقول ماشي كيف كيف أصاحبي. والله غير تما خويا النعمة راه غير تما. بصح خاوتي السخانة راهي محطوطة غير فوق ريسانا غير واحد 30 متر فوق راسنا. الزاوج ماهوش وشنو الحاجة المليحة أنا الميديتي ماكاش خاوتي. الزاوج راه مغطي. أطلق لا طايبة بعزيزي حتى لتم. الزاوج راه مغطي راسك. صلوا على رسول الله. خاوتي صلى الله على رسول الله. شوفوا منا شوف تقول الرسمة خاوتي تقول الرسمة. المهم رانا داخلين لواحد ال وسمع خويا الواتا يا حبيبي. ومنا كاين الرملة سبحان الله تقول كاع ماشي كيف كيف. ما باش إذا كنت تسمعوا فيا ولا الآخر راهي دايرة حالة الريح. المهم صلوا على رسول الله. ايه حبيبنا بالزربيه وكاع الصلاه تعود تقول ولا تقول ما صلوش ولا هيا من بعد ان شاء الله اللوز تضرب الله يدعم خوك ما تقعدش غير تشوف. صلوا على رسول الله. هاي الواتا بلديه الواتا ترحب بكم. يعطيك الصحه يا الواتا. هذه مدينه كبيره صاحبي. هاي فيها لي بومبي مادام فيها لي بومبي كبيره. انا ما تشعرش تعشنا انا وين تعال شريكي. ها ها لك انا حومتي ما عندهم شاكله وانتم راه عندكم ما شاء الله. الله يحفظهم. لا راه شعلي استراحة مسافر. ها لك مقهى مطعم غرف مفروشه يديروا لي هما على ماشي. المهم هذه الواتا لا الاولاد البلاد وحاجه المليحه اللي يديروها هنا في كل ولايه. قلت لك في المدينه يديروها بالعبسيس هذا القوس القوس النصر. هاي دائرة الوهدة. يلا صلوا على رسول الله وبعد الفصل سنواصل. استلموا راسك ليك يا محينك امن الدائرة. واي بان سبيطار هذا يا شريك. ديسبونسير. والله واي بان ديسبونسير. هيا صلوا على رسول الله. عدنا والعود احمد وخوتي الاعزاز. هذه البلاصة واسمها فم العرق. بلاصة شابة خوتي ما شاء الله. بصح وشنو ما راهيش تبان كيما العين المجردة. بالعين تبان خير. المهم خوتي بلاصة زينة الله يبارك. والصحراء خوتي اللي ما جاش ليها غير يجي ليها يضرب دورة. والله غير ما شاء الله. يبكي اللي ما جاش والله غير يبكي كما قال لك خونا.
بلاصه زينه ترتاح. ايه والله غير لا ولا غير ترتاح، ترتاح نفسيا يا بحينك. ادخل هذه هي الله يبارك شو ما شاء الله تبارك. هكذا هما الفن نصور، كي يكون في المانيا كي يكون نصور نصور والله يبارك سبحان الله. شوفوا خوتي، شوفوا هنا هذا الرملة صفراء وليك الرملة حمراء يا سبحان الله. المهم طريق في الشباب، طريق استخلوة الله يبارك ما شاء الله. خدموا بها الزجاج وشوف مع غروب الشمس هذه تعرفوا شنو اهبال ديري. المهم خوتي حبيت برك نحطكم معايا في الاطار، صلوا على رسول الله، خلوني نتمتع شويه هنايا. هاكم تمتعتوا معايا شويه بعد الباص السنه واصل، وما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. واد الصاورة اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذه البلاصه تسمى ابو خشبه، شفت البلاكه. المهم خاوتي مناظر جد رائعه. هيا رانا وصلنا لكرزاز الحمد لله. هذه الزاوية كما قال خونا، ان شاء الله نشوفهم خير وعلى خير. كاش طريق كاش نهار واحد اخرى تلقاو وحدكم في الفيديو ان شاء الله. حفظكم يعطيكم الخير، تلاقاو في الخير وصاحبي هاوليك نصور هاوي هاوي. اهلا وعم اسلام ديك مرحبا بك خويا. انا اكبر لك في الكاميرا كاشي صاحبي. يا حبيبي بسم الله اصبر شوف نخرجوا يا بحالك كنت بطبق خويا كيفاش مرتاح. انا هيا انا وصلت للشارجور. المهم خاوتي هنا يحبس الفلوق ان شاء الله. تهلاو في رواحتكم، تلقاو في ساعه زينه معايا اخويا تاع بودواو زيد بودواو وطرق سلام اخويا، ونتلاقاو بخير ان شاء الله. تهلاو في رواحتكم، تلقاو في ساعه زينه. السلام عليكم، ربي يحفظكم.